سندوس مسلسل اجتماعي خفيف لايت اجتماعي، هو يعني يعنى بقضايا العائلة بالدرجة الأولى. يعني ما كتير فينا نحكي عن تفاصيله، لكن هو أتمنى أن يكون يعني وجبة خفيفة على العائلة، رغم أنه أيضا هو بيحمل قيم وأفكار هامة جدا عم ندعي لها نحن باتجاه أنه العائلة تكون متماسكة، وأهمية العائلة وأهمية اللحمة بين أفراد العائلة. هلأ أسباب كتيرة، أهمها هو موضوع الدخول إلى السوق الإنتاج الخليجي والسعودي تحديدا، وأيضا النص جميل، القصة جميلة، ووجود نجوم مثل إلهام علي وحسن عسيري وباقي الممثلين، هذا أيضا مشجع. يعني عم يقول إنه خلاص بعدهم معطيني فلوس، بس دام يا حبيبتي إننا نحب بعض، هذا الحب بيغنينا عن أي أحد في الدنيا. أي حب تتكلم عنه أنت؟ أي حب؟ الحب رح يأكلنا؟ أنا بعتبر إنه يعني الكاستينج الممثلين كتير ممتاز، وأيضا فريق العمل يعني كلهم من خيرة الفنيين من الوطن العربي، من مجموعة كبيرة من البلدان، من السعودية وتونس وسوريا ومصر، ويعني من كل البلدان الحقيقة، وكلهم محترفين وكلهم يعني مستواهم عالي، فأنا سعيد بالعمل مع هذا الفريق الفني تحديدا، وأيضا الممثلين بطبيعة الحال. إلى حد بعيد أنا فيني أقول لك أنه إيه رضيان أنا عن أداء الممثلين، تقريبا رضا كامل، يعني يتفاوت المستوى طبعا من ممثل لممثل، ولكن بشكل عام حقيقة الفريق كله مميزين، وتحديدا العائلة ويعني سندس وعبد الرحمن وأولاده، الحقيقة أنه ممثلين مهمين، يعني سواء النجوم المخضرمين ولا الأطفال والشباب الجدد، يعني الحقيقة أنا بوعد بمستوى تمثيل استثنائي الحمد لله. إيه بهذا العمل في انسجام كبير، وهذا رح ينعكس على النتائج على ما أعتقد. يعني أنا أبوكم اللي أتعب واشتغل ليل ونهار، معقولة في شيء يضايقكم مني؟ لا مو شيء، أشياء. في توافق مع فريق العمل ومع الممثلين، ويعني ما حسيت بغربة، ما حسيت بمشاكل، ما حسيت ب يعني شو بيقولوا كلتشر كلاش، ما في يعني مشاكل من هذا النوع، يعني في انسجام في توافق. هلا كونه أول مرة أنا بشتغل بالسعودية كان في هيك شوية معلومات بنقصني، يعني أخذتها من الموجودين من القائمين على العمل، والحمد لله تمام. يعني هلا الصعوبات لها علاقة بإني أنا أجهل بعض أو الكثير من العادات والتقاليد وحتى تفاصيل اللغة، تفاصيل الثقافة السعودية، يعني هي اللي عانيت فيها شوي، ولكن يعني تم شو بيقولوا التغلب على هذه المشكلة بوجود فريق العمل ووجود الكادر الفني ووجود جهة الإنتاج وجهة الإشراف، يعني دائما كانوا متابعين، فبالتالي قدرنا نتغلب على هاي الصعوبة. غير هيك لا صعوبات تذكر، يعني كل شيء موجود، كل شيء مؤمن، ديكورات، مواقع التصوير، معدات، كله تمام. كم من ارتفاع من هذا المكان؟ هذا المكان؟ ما أعرف يا ماما، هذا يمكن مترين مترين ونص، ما أعرف. يلا 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 مشين. كل عمل يضيف طبيعة الحال للمخرج، أنا بالنسبة إلي أي عمل بعمله بيضيف لإلي. هلأ مبدئياً يكفي أنه أنا قدمت عمل للسوق السعودي والجمهور السعودي، يكفي أني تعرفت على مجموعة هائلة جداً من الفنيين الممتازين، وأيضاً على الممثلين السعوديين، وفهمت هذا الكلتشر، وفهمت هذا التوجه اللي عم ينشغل بالمملكة الآن، وبالتالي أكيد في إضافة على صعيد المعرفة، وفي إضافة على صعيد أيضا يعني السيرة الذاتية خليني أقول، فأكيد في إضافة. يعني الجو اللطيف والإيجابي والطريف خلينا نقول موجود كان طيلة فترة التصوير، الأجواء إيجابية، في انسجام ما بين ممثلين ما بين فنيين ما بين شركة الإنتاج. حقيقة من أكثر الأعمال اللي كنت أنا مرتاح فيها بالكواليس، واللي حاسس في حقيقة في حب، هذا مو كلام يعني مبالغ فيه، وهذا الحب بعتقد لح يطلع على الشاشة بالضرورة. يعني